السلام عليكم غزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، تم الصحه والعافيه. كنتمنى لكم عيد مولد نبوي يدخل عليكم بصحه وسلامه وطول العمر. وقبل ما نبدا بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا غادي نقدم معكم سيمنات كيجيو غزالين، البنات مورقين، وجربهم بهذه الطريقه غادي يعجبوكم. هنايا عندي زلافه ديال الفينو ونص كيلو ديال الفرصه رطب وخماره حمراء وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. وهنايا كنعجن البنات بالماء بارد، ما كنعجنش بالماء سخون يعني. وهاد العجينه هادي ما غاديش تطلب منكم شي دليك ولا غادي تاخذ منكم شي وقت طويل. غادي تعجنوها وغادي تخليوها في بلاستيكه، ولا ما كتاخذش الوقت. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا يعجبكم، وما تنسونيش البنات بواحد اللايك وبارطاج مع الاصدقاء، وسمحوا لي البنات بزاف على التاخير، ما كنتعطلات كنحط الفيديوهات. ان شاء الله غير تقاد لينا غير المدرسه ديال الوليدات ويتقاد لينا امور، وان شاء الله نبقى نحط فيديوهات. هانتوما غادي نجمع هاد العجينه البنات، وما كنخليهاش قاصحه وما كنخليهاش جاريه، غادي نجمعها وان شاء الله ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما جمعتها مزيان غادي ندلكها هنايا واحد 10 ديال الدقائق، ما غاديش ناخذ معها مجهود كثير يعني، غادي ندلكها غير شويه وغادي نرجع نجمعها في بلاستيكه. هنا البنات هاد العجينه راني عجنتها في الصباح منين ديت وليداتي للمدرسه، عجنتها وخليتها منين سالت شغلي مع داك الثلاثه جوج ونص، داك الساعات عاد بديت كنخدمها. وانتم دابا تشوفوا معايا البنات العجينه مطلوقه ومرتاحه بزاف، ما كتعذبش في الخدمه، والله العظيم كتساعد بزاف في الخدمه ملي كتعجنوها على بكري وديروها في البلاستيكه. يمكن لكم البنات تعجنوها حتى في الليل وديروها في بلاستيكه وديروها في الثلاجه، راه ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، بالعكس كتنوضوا في الصباح كتصوبوا المسمن ديالكم كتلقاو مطلوق. هانتوما البنات هذه العجينه ديالنا من بعد ما طلقات وارتاحت يعني، كتخدميها بواحد السهوله ما كتعذبك ما والو، كتخلي لك يعني كتساعدك بزاف باش تخدمي بيها. هنا غادي نقطعها كلها انتما البنات، وغادي تشوفوا معايا العجينه شحال مرتاحه ملي نكون كنطلقها، ما كتاخذش الوقت طويل باش تطلق يعني. كاين العجينه اللي كتعذبك في الطليق ما كتبغيش تطلق، ملي كتبدا تطلق ملي كتبدا تطلقها كتبدا تقطع عليك بزاف. جربوا البنات بالخصوص الطريقه ديال دير فيها الخماره خميره ديال الحلوه، هانتوما تشوفوا فيها الفقاعات باش تعرفوا العجينه ناجحه. كدير داك الفقاعات كدير داك البويقات كتكون العجينه ناجحه 100%. المهم هنا من بعد ما غادي نسالي هنا راه البنات غادي ناخذ الفينو، راه ما غاديش يبان معكم هنا في المونتاج، غادي ناخذ الفينو وغادي ندير فيه خماره حمراء، وغادي هو بي غادي نبدا نفرق هاد المسمن ديالي. هانتوما دابا هنايا راني قطعتهم وغادي نغطيهم بالبلاستيكه وغادي نخليهم يجيو يرتاحوا على من غير على من نخلط الزبده ديالي ونخلط الفينو. هنايا كناخذ الزبده وكندمج هنايا الزبده ديالي، راه واخا حراره ديال المطبخ. هنايا كنزيد شويه ديال الزيت البلديه، كنزيد شويه البنات باش كنبدا تطلق، لان الا درتها بزاف ما غادي تبقى مكوره، داك الزبده ديالي كتبقى مكوره. هنايا ما غاديش تبقى مكوره، كنزيد شويه بشويه حتى كنطلقها. هنايا الفلاش ديال التليفون ضارب بجد، كنعتذر على هذا الصداع هذا ديال الشارع. المهم هنايا راني كنخلط، غادي ندمج حتى كتولي بحال الكريمه.
المهم كتساعد بزاف على الخدمه، من احسن البنات تكون الزبده واخده حراره المطبخ باش ما كتعذبكمش في الخدمه. هنايا غادي نبدا ناخذ العجينه ديالي، غادي نبدا نطلقها. المهم انا راني ديت وعاد رجعت سلقت الكاميرا، هانتوما داك الزبده كتكون مساعداني على الخدمه ما كتعذبنيش. كنطلقها وكندير بحال اللي غادي ندير مسمنه ونخليها ترتاح. هانتوما البنات والله الا العجينه كتساعد بزاف على الخدمه، ما كتعذب ما والو. ملي كتطلقيها على رخامه ولا على البوطاجين كتجي المهم ما كتعذبكش ما كتقطعش. المهم هانتوما معانا ان شاء الله حتى الاخر، بقاو معايا ان شاء الله، وكنتمنى تكملوا هذا الفيديو هذا البنات، وما تنساونيش بواحد اللايك.
هو البنات المسمن ديالي بعد ما شكلته دابا غادي نبدا نطيب فيه وغادي ان شاء الله نقدمه معاكم انتما. المسمن ديالي ملي بديت نطيب فيه صراحه جا غزال، ما عدبنيش كاع في الخدمه ديالو، طيا سربيتو وكيجي كيجي محلول مسمن ومورق ان شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه. ما تنساونيش واحد اللايك البنات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، ماشي غير البنات حتى الاولاد اللي كيتفرج فيا يدير ليا لايك والبارطاج الفيديو فضلا وليس امرا. بارطاجيو الفيديو ديالي مع في مواقع التواصل الاجتماعي. انتما البنات ها المسمن ديالي كيطيب، المهم ان شاء الله يطيب المسمن ديالي ونرجع معاكم. هذا هو المسمن ديالي البنات، تبارك الله جا غزال 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 وتبارك الله عليا جا غزال البنات والله العظيم. ماشي كنشكرو ولا والله الا جا بواحد الطريقه زوين، والله العظيم الطريقه ديال خميره الحلويات في السميده او الفينو باش كتفرقوا الصراحه كتجيبوا مورق وكتجيبوا غزال. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ويكون خفيف ظريف على قلبكم. ولا كنت كيعجبوكم الفيديوهات ديالي خليو لي تعليق زوين محفز اللي غادي نزيد به القدام ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. هنا انا غادي نسالي الفيديو ديالي معاكم، دمتم في رعايه الله الى فيديو اخر ان شاء الله.